محنون احنا اطفال مخيم اليرموك جعانين، بدنا ناكل، بدنا نشرب. كل يوم عم نشرب المرأة تاع الماجي، ما في غيرها. الاطفال عم تموت جعانين، بدنا رز، بدنا حليب، ما عم ناكل شيء. الخبز مشتهينا، صلنا 8 اشهر قاعدين ما عم ناكل خبز. 8 اشهر صلنا، وهلا صار 200 يوم صرنا قاعدين وما في شيء. ما في غير الفجل عم نقليه، وعم نغمس بورا الفجل الاكل. ما في شيء لحتى ناكله. الاطفال جوعت، ماتت من الجوع. احنا ما عم ناكل بمخيم اليرموك، قاعدين عم ناكل حشائش، عم ناكل اكل الدواب. نحنا ما في عنا اكل، افتحوا لنا الطريق. ما عاد في اكل بالمره، يعني متنا مشان يعني افتحوا لنا الطريق. سبعة أشهر على حصار مخيم اليرموك، ارتفع عدد شهداء مخيم اليرموك إلى 85 شهيدا، ماتوا جوعا، قضوا جوعا وبردا. نقوم شباب نادي جنين الرياضي بتحضير الشوربة. الشوربة هي عبارة عن الماء والملح. هذا هو طعام أهالي مخيم اليرموك. ما في اكل ولا شرب، متنا يعني. بعدين والحال احنا شو ذنبنا؟ احنا المدنيه ما عندنا ذنب، ما عندنا ذنب. احنا ايش عم تعمل فينا يعني؟ افتحوا لنا الطريق حاجي.